فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في الشوارع وعند الإشارات هناك من يسأل ويطلب الزكاة، فهل لي أن أعطيهم من الزكاة أم لا بد من التأكد في ذلك؟ إذا لم تعلم أنه محتال وكذاب تعطيه بناء على ظاهر حاله، في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا سائل، إذا لم تعلم أنه كذاب تعطيه ويكون في ذمته. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، مالك إلا الظاهر. نعم.